السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد، الكحك الناعم الدايب الحلو ده. تعالوا نشوف بقى المكونات اللي معانا ايه. معايا ربع كيلو من السمنة زي ما انتم شايفين كده. السمنة دي سمنة روابي على سمنة بلدي، تمام. ومعايا نص كيلو من الدقيق، انا بستخدم الدقيق ده اهو. الدقيق ده حلو جدا، صالح لكل الاغراض وبشتغل بيه عادي. يبقى كده معانا نص كيلو الدقيق، هيبقى عليه ربع كيلو من السمنة، تمام. ممكن تعملي بسمنة نباتي صافي، ممكن بتعملي بسمنة بلدي صافي، على حسب ما انت عايزة. انا حابة ان انا احط السمنة دي على دي، السمنة روابي حلوة جدا برضو، وتدي ريحة السمنة البلدي، وفي نفس الوقت انا حط عليها برضو ايه، سمنة بلدي. عاملة 150 جرام سمنة بلدي، 150 جرام سمنة روابي، ومكترة 50 جرام علشان الكحك يكون دايب معايا قوي ويكون ناعم وحلو. ومعانا معلقة كده من السكر البودرة اهو، ده انا طحناه في البيت، تمام. ومعانا ملبن، بصوا الملبن ده هحط عليه سمنة، بس مش من السمنة الربع كيلو دي، لأ من يعني معايا برا، تمام. هحط عليه معلقة كده ولا معلقتين من سمنة، وهفضل اعجن فيه لحد ما يبقى عجينة، تمام، علشان اعرف اشكلها واحطها معايا في الكحك. علشان لما بتقطعيه وهو كده وهو صلب كده بيعضم معانا في الكحك وبينشف، مش بيبقى طعمه حلو، واحنا عايزينه دايب معانا برضو الملبن جوه، تمام. معايا كمان سمسم، ده سمسم متحمص، ومعانا ريحة كحك، ومعانا خميرة فورية وبيكنج باودر والحاجات اللي هنشكل بيها الكحك. هيبقى معانا طبعا البصامة دي اهي زي ما انتم شايفين كده، وهيبقى معانا الطبعات دي، ويبقى معانا المنقاش ده، طبعا كلنا عارفينه. دلوقتي اول حاجة هعملها هجيب الخلاط. عندك خلاط؟ ماشي. عندك مضرب كهرباء؟ ماشي. عندك مضرب اللي هو البيض، مضرب البيض الكهرباء، ممكن برضو تعملي بيه. عايزة تعملي بايدك برضو مفيش اي مشاكل، تمام. عايزة تعملي في الخلاط زي كده، انا هعمل في الخلاط علشان يكون سهل عليكم. في ناس تقول لي احنا مثلا ما عندناش مضرب كهرباء او حاجة. عايزة تعملي بالمضرب السلك، اوكي، بس هياخد منك شغل كتير. عايزة تعملي بايدك مفيش برضو مشاكل، بس برضو هياخد منك مجهود، تمام. فاسهل حاجة الخلاط. هنزل كده، بصوا بسم الله، هنزل كده بالسمنة اهي، هننزل بالربع كيلو كله او 300 جرام. انا بحب السمنة تكون زيادة شوية عشان الكحك يكون ناعم معايا ودايب قوي. طبعا احنا عملنا مع بعض الغريبة، وعملنا مع بعض اللانكشاير، كانوا حلوين جدا ما شاء الله، والغريبة برضو كانت ناعمة ودايبة وحلوة قوي. بصوا معايا كده معلقة اهي، معلقة كده من السكر البودر، تمام. بصوا بقى هضرب السمنة مع السكر في الخلاط لحد ما تبقى لونها ابيض وتفتحي معانا، بس اخدميها او يعني اضربيها يعني زي ما بنقول كده ضربة مبرحا. وبرضو لو هتعملي باي جهاز تاني، سواء كان مضرب الكهرباء او اي حاجة تانية، او بايدك او مضرب السلك، لازم تخدميها كويس لحد ما لونها يبيض معانا ويبقى سمكها حلو، تمام. دلوقتي هروح اضرب السمنة والسكر وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، دلوقتي انا نخلت الدقيق، تمام، وضربت السمنة والسكر مع بعض اهو زي ما انتم شايفين. هخليهم دلوقتي لحد ما اقول لكم هنعمل ايه. بصوا انا نخلت الدقيق بالشكل ده، ومعايا كوباية من اللبن اهو زي ما انتم شايفين. اللبن ده دافي، تمام، وهنشوف الدقيق هياخد معانا قد ايه سوائل. خلاص هنحط بقى على الدقيق الحاجات البودر كلها، اللي هي ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة كده معلقة كبيرة من السمسم اهو بالشكل ده، ده سمسم اهو متحمص، تمام، اهو معلقة كبيرة.
ومعانا نص معلقة صغيرة من ريحة الكحك. اهو، وهيبقى معانا نص معلقة صغيرة من الخميرة الجافة. اهو ده كده نص معلقة صغيرة من الخميرة الجافة الفورية. تمام كده، معانا ربع معلقة من البيكنج باودر. رشة كده بسيطة. ومعانا ذرة ملح علشان يعادل لي الطعم، ما بين صوابعك كده اهو. تمام كده، هنقلب بقى كل المكونات دي معانا اهي، كل المكونات الجافة دي كده هنقلبها كويس اهو بالشكل ده. طبعا زي ما قلنا الدقيق ده منخول، قلبناه كويس اهو. هنزل بقى بالسمنه والسكر اللي احنا ضربناهم كويس لحد ما بيضوا معانا. عايزه اقول لكم الطريقه اللي انا بعمل بيها دي كده على البارد، مش سخني. يعني هيبقى على السخن امتى؟ لو قدحت السمنه. تمام، فانا حابه يكون خفيف، فبالتالي هعمله على البارد زي معاكم دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. او شايفين السمنه لونها ابيض ازاي؟ شايفين، لازم تضربيها كويس جدا لحد ما تبيض معاكي كده. دلوقتي اهو حطينا السمنه كلها، هنقلب بقى السمنه كده مع بعض ونبس الدقيق فيها. نبس الدقيق بالسمنه. عايزه اقول لكم ان طريقه الكحك الناعم على البارد بتبقى سهله جدا، ومش بتحتاج تخمير، ومش بتحتاج وقت معاكي خالص في العجن خالص خالص. بصوا بقى، انا هعمل بايدي عشان لازم ابس الدقيق كله كده بالسمنه. تمام، لحد ما يبقى معاكي زي حبات الرمل. في الاول هخلي السمنه كده الدقيق يشرب السمنه كلها ونبسه مع بعض. بتاخدي الدقيق والسمنه كده وتعمليهم على ايديكي علشان يتخلل كله بالدقيق، يتخلل كله بالسمنه، ما يبقاش في حاجه معاكي اهو بالشكل ده. شايفين الدقيق ده اهو لسه في دقيق، لا هنعمله كده لحد ما ايه يتخلل معانا بالسمنه اهو. شايفين، وتشوفي كده اللي من تحت اهو، شايفين الدقيق ده اهو. نفضل بقى نعمل كده لحد ما نبس كله، بعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. شايفين العجينة بتاعتي بعد ما بسيتها اهو، شايفين العجينة حلوة جدا وطرية وحلوة قوي. طبعا تلاقيكم دلوقتي بتقولوا هي كده مش محتاجة سوائل، لا هي محتاجة سوائل، لازم تحط لها سوائل وتعجنيها بيها. بصوا هاخد كده كوباية اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد الكوباية دي بس مش هدلقها كلها، يعني مثلا اهو ربعها كده شوية، وناخد اللبن شوية بشوية ونعجن اهو، نعجن لحد ما نلاقي العجينة شربت السائل ده كله اللبن. يعني لو احتاجت تاني على حسب نوع الدقيق، لو احتاجت العجينه تاني سوائل حطي، ما احتاجتش خلاص. يعني في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش، فبالتالي بنفضل نعجن فيه كده لحد ما ايه، لحد ما الدقيق يشرب السوائل بتاعتنا اللي هو اللبن يعني. تمام، في ناس بتعمله بميه، انت براحتك، انا بحب اعمله باللبن، بيبقى حلو جدا. سمنه بلدي ولبن بيبقى زي العسل. بصوا العجينه لسه مفتوله معايا اهي كده كده، محتاجه سوائل تاني. تمام،
تحط اللبن واحدة بواحدة يعني شوية بشوية اهو كده علشان العجينة ما تبصش منك وتعجني. احتاج سوائل تاني حطي، محتاجش خلاص. هتعرفي ازاي انه محتاج؟ لو العجينة فضلت مفرفطة معاكي كده او ما لمتش يعني، تمام. لكن لو لمت خلاص، شايفين العجينة بتاعتي لمت اهي، حلوة جدا وطرية وجميلة اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا تعرفي ازاي انها لمت اهو، تبقى بالشكل ده وتنضف لك البلاستيكية اللي معاكي كلها اهي، او مفيش حاجة في البولة معانا خالص او في الحاجة اللي بتعجني فيها. شايفين حلوة جدا، شايفين العجينة طرية وحلوة جدا جدا ومش بتلزق في الايد اهي، شايفين اهو ما بتلزقش في الايد خالص ولمت وحلوة جدا جدا. بصوا بقى دلوقتي الكحك اللي احنا بنعمله ده على البارد، حلو، فبالتالي مش هنسيبه يختمر ولا اي حاجة. مفيش بس غير ان انا هدوب الملبن. ممكن تدوبيه عادي على البارد وممكن تدوبيه على السخن، ممكن تحطي كده معلقتين زبده او سمنه على طرف طاسه وتهرسيه كويس كده، هيسيح معاكي في النار ويبقى عجينه كويسه جدا. عايزه عندك وقت تعمليه كده على البارد واعجنيه على البارد، تمام. انا عشان مش عندي وقت فهعمله على السخن، وهعمله ايه اللي هو الملبن مش العجين، تمام. هجهز الملبن واجي لكم علشان نقطع بقى الكحك بتاعنا. شايفين شكله حلو جدا، شايفين النعومة، شايفين شايفين حلو جدا اهي العجينة، شايفينها اهي، شايفين طرية وحلوة جدا، والسمسم وريحة الكحك وريحتها حلو، سير ريحة السمنة البلدي فيها جميلة جميلة جميلة، ونضفت البلاستيكية اللي معايا كلها اهي. حطيت سمنه اهو على الملبن وقطعته، تمام، وبهرسه كده بالشوكه. عايزه تعمليه بايدك، انا لبست الجوانت عشان لو هعمله بايدي عشان ما يلبكليش ايدي اهو. بالشكل ده شايفين بقى عجينه اهو، تمام. هو مش بياخد وقت معانا خالص من غير سمنه سخنه ولا اي حاجه، تمام اهو بالشكل ده. بس بعد بقى ما بقى عجينه كده هتعمليه بقى كور صغيره على قد الكحكايه اللي هتعمليها، تمام اهو شايفين حلو جدا كده اهو، شايفين لو مسكتيه كده وعملتيه كوره اهو كده، شايفين بقت كوره اهي معانا. هنعمل بقى، هعمل بقى الملبن ده كله كور بالشكل ده، او انا شغاله وانا شغاله في الكحك، وانا بقطع الكحك هعمل الملبن كور كده وهحطه في كل عجينه. تعالوا نشوف ازاي. ودلوقتي جبت العجينه اهو زي ما انتم شايفين، تمام، وعملت كورت الملبن اهو زي ما انتم شايفين كده علشان تبقى على قد الكحكايه، وجبت صينيه ونبدا بقى. بسم الله، الحجم اللي انت حباه. شايفين العجينة حلوة ازاي؟ هنحط بقى فيها كده واحدة ملبن اهو بالشكل ده. عايزة اقول لكم ونقفل عليها كده اهو، تمام، ونعملها كده عشان تدي شكل دايرة حلو اهو كده. ونجيب بقى المنقاش اهو، نجيب الدايرة كده ونجيب المنقاش، واعملي بقى الشكل اللي انت عايزاه كده مثلا كده. بصوا حلو قوي. بصوا الصينية اللي معايا ناشفة ومش مدهونة، لازم ما يبقاش فيها مية وما يبقاش ما تبقاش مدهونه. ليه بقى؟ لان العجينه اللي معايا فيها سمنه كفايه،
مش محتاجين ان احنا ندهن الصينية اهو. عايزة تعملي الكحك سادة، بتاخدي برضو واحدة، هبقى اوريك واحدة سادة. هنجيب كده كرة من الملبن او كده، ونقفل كده كده. العجينة ما شاء الله ناعمة جدا وحلوة قوي. عايزة اقول لكم هي كده اخدت نص نص بس كوباية اللبن، لان الدقيق بتاعي حلو جدا ونوعه حلو وفاخر يعني، ومش بيشرب سوائل. ونجيب المنقاش نعمل كده. المنقاش ده رخيص جدا، ب5 جنيه من اي محل ادوات منزلية، وفي نفس الوقت بيدي شكل حلو ولذيذ. انا مش عارفة الكاميرا لونها غمق كده ليه، اهو بقى بالشكل ده. عايزة تعملي بقى بالبصامة. البصامة دي ستانلس كده، في منها البلاستيك. انا حبيت ان انا يكون عندي من الستانلس دي احسن يعني من البلاستيك. هوريكم برضو بالبصامة. ناخد كده من العجينة. شايفين العجينة حلوة جدا ومش بتلزق ولا اي حاجة. هعمل واحدة سادة اهو، ونعملها بالبصامة. العجينة زي العسل. تمام، هنحطها كده. ونعملها كده بالبصمة. بصوا الشكل. نديها شكل حلو. نعمل واحدة كمان كده بالسادة وبالبصامة. لو عندك اللي هي الطباعة دي برضو ممكن تعملي بيها اهو. اهو شايفين مديها شكل حلو جدا اهي. نعمل واحدة مع بعض بالطباعة. مش عارفة اسمها طباعة ولا اسمها ايه، اسمها ايه عندكم في البلاد اللي بيشوفوني دلوقتي. ناخد واحدة كده اهي، ونعمل واحدة صغيرة شوية. تعمل العجينة كده، شايفين ولا ايه؟ تمام، وبنعملها كده اهو. ده شكلها، مديها شكل الطبقة اهي. ده شكله. هكمل بقى باقي العجينة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اهو بالشكل ده بالظبط. هعمل، انا عاجبني قوي رسمة المنقاش والبصمة او البصمة دي، عجباني جدا عن الطبعة. لو عندك، انا في اشكال تانية من الطبعة هعمل بيها واحدة معاكم برضو نفس الكلام اهو الشكل ده. هنعمل برضو كده. وكده شايفين ده شكلها. السمسم حلو قوي في العجينة. عايزة برضو تعملي محشي بالطبعة دي عادي، ممكن برضو. هنجيب عجينة كده او بالشكل ده، وهنحط فيها كرة كده من الملبن، ونقفل. كنت عايزة اقولك على حاجة في الموضوع الملبن. انا سيحت سمنة على النار وقطعت فيها الملبن، وبعد كده هرسته بالشوكة زي ما انتوا شفتوا. تمام، فبقى معانا اهو، فبقى معانا عجينة زي ما انتوا شفتوا. تمام، وكورناه زي ما انتوا شفتوا كده. بصوا الشكل ده، دي محشية ملبن اهو.
ده شكلها بينا في الكاميرا ولا ايه؟ كنت هقول لكم ايه، هكمل بقى باقي العجينة وارجع لكم تاني. وزي ما قلنا الملبن بعد ما سيحت السمنة هرسته بالشوكة، قطعته كده وهرسته بالشوكة، وبعد كده عملته كور كده. تمام، عملت كور ليه كده وبالسمنه علشان يبقى دايب معايا في الكحكه، لانك لو حطيتي الملبن زي ما شفناه في الاول اللي هو الحتت كده بينشف في الحكه في الكحكه لما يدخل الفرن، بيبقى يعني بحس انه حاجه يعني معضمه كده، فمش بيعجبني، فبحب الملبن برضو يكون دايب معايا في الكحكه. وان شاء الله لما يستوي هوريه لكم. هروح بقى اخلص باقي الكميه اللي معايا دي وارجع لكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي خلصت كل العجينة اللي كانت معايا. بصوا الصينية دي عملتها بالمنقاش كده، شكلها حلو جدا. عملت لها رسومات كده مختلفة، او زي ما انتم شايفين كده، وعملت منها السادة وعملت منها اللي بملبن، ودي هعملها كده بالبصمة معاكم. في الاول عايزة اوريكم العجينة. بصوا منظفه البلاستيكيه اهي، شايفين عامله ازاي ناعمه جدا وطريه، وكمان مش بتشقق. انا حابه اوريكم ان هي مش بتشقق خالص اهي، شايفين. الصينيه دي هعملها بالبصمه كده، شايفين العجينة مش مشققة معانا، لأنها عجينة دايبة وحلوة جدا وناعمة. هي دي الصينية اللي بنبصمها، في منها السادة وفي منها المحشي ملبن. عايزة تحشيه بعجوة برضو، هتعملي العجوة بنفس الطريقة. ودي صينية مشكلة، دي صينية مشكلة كده بالبصمة بالبصمة وبالمنقش كده زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم هو عامل الكحك حلو قوي. كل سنة وانتم طيبين. كده النص كيلو عمل معايا 4 صواني زي ما انتوا شايفين كده. ادي صينية وادي صينية اهي، وزي ما قلنا الصواني مش بند، معلش تعبت ومش عارفة اتكلم. وادي صينية وادي صينية، تمام كده. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة، عندي انا ببقى بخلي درجة حرارة 160، لان الفرن بتاعي حامي. لو انت الفرن بتاعك بارد خليه على 170، تمام، بس تخليه بالك معاه علشان ما بياخدش وقت في الفرن، وفي نفس الوقت عشان ما يتحرقش منك. تمام، هنروح بقى نسويه ونرجع لكم تاني. بصوا العجينة لما عملناها بالبصمة، بصوا شكلها ازاي، ما شققتش ولا اي حاجة اهو، شايفين شايفين ما شققتش ولا اي حاجة خالص، وده دليل على نجاح العجينة معاكي.
ومعلش ان انا بتكلم كتير، ف لسبب واحد، علشان بس الاسئله اللي بتجيلي على المقادير وعلى طريقه العجن، طب والعجنه تلم ازاي والحاجات دي كلها، ولا انا اعرف ازاي، فانا بتجيلي اسئله كتير، ف بحب اوصل لكم المعلومه بكل تفتوفه فيها، يعني بكل تفاصيلها، بأدق التفاصيل. نروح بقى نسوي، نرجع لكم تاني. ودلوقتي يا حبايبي ده الكحك الناعم بعد ما استوى. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا ما شاء الله، وانا سبته شويه لما يبرد. لازم تسيبيه لما يبرد، ما ينفعش تحطي عليه سكر او تاكليه وهو سخن. تمام. عايزه اقول لكم هو حلو جدا. عايزه اقول لكم بقى على طريقه تسويته. بالنسبه عندي انا عملت ايه، حطيت ظبطت الفرن على 165 درجه او 160 لو الفرن بتاعك حامي. تمام. ورفعت الصاجه اللي تحت شويه علشان ما يبقاش على النار مباشره. تمام. ويستوي براحته، يبقى كده النار متوسطه والرف كمان فوق شويه عن النار. تمام. اول حاجه هتحصل، هياخد معاكي لون ذهبي كده من تحت اهو كده زي ما انتم شايفين، ومن فوق هيبقى لونه ابيض. تمام. عايزه تخليه لونه محني كده او لونه ذهبي كده زي ما انا عامله او بالشكل ده. يبقى بعد ما يستوي، بعد الصواني كلها ما تستوي، هتولعي الشوايه عليه دقيقه. لو الشوايه بتاعتك حاميه هتولعي عليه الشوايه دقيقه واحده بس. تمام. اهو تبقى ايه، هيبقى باللون ده. هو انا بحب اللون المحني ده، شايفين اهو من فوق من تحت لونه ذهبي وجميل، احنا بنقول عليه هنا محني اهو، شايفين حلو جدا. حاجه كمان هتعرفي ازاي انه استوى، الصينيه اهي، انا مرضتش اشيل اللي فيها دول علشان اوريكم هو ازاي بيستوي. الصينيه اهي اول مثلا ما يعدي عليه حوالي ربع ساعه بس، اتبعي لو الفرن بتاعك حامي اتبعي، بتمسكي الصينيه كده وبتهزيها كده. تمام. لو اتحركوا معاكي زي ما بيتحركوا دلوقتي كده هيبقى استوى معاكي، لو ما اتحركوش يبقى لسه عجين. تمام. دي علامة تسوية الكحك الناعم زي ما عملنا في الغريبة. وزي ما قلت لكم هو مش بياخد اللون ده، انا عن نفسي عندي ما اخدش اللون اللي فوق الذهبي ده. تمام. غير لما ولعت عليه الشواية، شايفين اخد اللون الذهبي الجميل ده بعد ما ولعت عليه الشوايه. تمام. لو انت حابه بقى لونه ابيض من فوق براحتك، حابه يكون متحمص وحلو كده وجميل يبقى برضو براحتك. عايزه اوريكم واحده كده واوريكم التسويه بتاعتها. بصوا، بسم الله، شايفين ده بالملبن، شايفين دايب ازاي، ما استحملش معايا حاجه اهو، شايفين الملبن سايح جواه ازاي. ليه بقى؟ عشان احنا عملنا الملبن بالسمنه، لو ما كنتيش سيحت الملبن وعملتيه زي عجينه زي ما انا عملته ما كانش طلع سايح ودايب كده جوه الكحك. تمام. كان هيبقى معضم وناشف، لكن كده احلى، شايفين الكحك مش مستحمل اهو، دايب جدا والملبن اهو جواه دايب برضو. عايزه اقول لكم طعمه حلو قوي واتاكل نصه من ساعه ما برد وانا باكل فيه، بجد طعمه حلو. نشوف واحده من الساده، بسم الله، ده الساده، شايفين ده الساده ولا بملبن؟ لا ساده، شايفين عامله ازاي، مش مستحمله حاجه. عايزه اقول لكم المقادير دي مظبوطه جدا ومن غير سكر بودرة، طعمه حلو. ما بالك بقى لو حطيت له سكر، انا عن نفسي عاجبني من غير سكر. عايزة بقى تضاعفي الكمية، بتضاعفي المقادير اللي انا عملتها. مثلا انا عملت نص كيلو المرة دي، انت عايزة تعملي كيلو، شوفي المقادير اللي انا عملتها وضعفيها. مثلا الكيلو عليه نص كيلو سمنه، عليه مثلا معلقتين سكر بودره، عليه مثلا نص معلقه بدل ربع معلقه خميره هيبقى نص،
ريحة الكحك هتبقى نص معلقة بدل ربع، بيكنج باودر هيبقى نص معلقة صغيرة كده، والسوائل اللي هتعجني بيها على حسب نوع الدقيق بتاعك، انا عندي اخد نص كوباية بس، تمام. وبراحتك حابة تقدميه كده اوكي، حابة تقدميه بالسكر البودرة برضو اوكي. انا بصور واقفة اكل فيه والله من جماله، شايفين شايفين دايب وحلو جدا ما شاء الله. هحط لكم كده شوية سكر عليهم. كمان عايزة اقول لكم على حاجة، في منكم دلوقتي هيقول انت ليه عملية صغير كده. بصوا انا بحب اعمل الحاجة على قد البق على طول، يعني مثلا اللي هياخد واحدة ياكلها كلها، مش مثلا ياخد منها حتة ويسيب الباقي، وما ينفعش حد يسيب الباقي في ده، لان فعلا طعمه حلو وجميل، يعني ما حدش هيقدر يسيبه. يعني نحط بقى شوية سكر، المروحة بتطير السكر بس كده كفاية عشان الناس اللي ما بتحبش السكر. والله هو مش محتاج سكر اصلا. وده كان شكل المبسوس بتاعنا، زمان كنا بنقول عليه مبسوس دلوقتي بنقول عليه كحك ناعم او كحك دايب. يا رب يكون عجبكم، واتمنى انه يكون عجبكم، واتمنى كمان انكم تجربوه بنفس المقادير اللي انا عملتها وبنفس الطريقة، هيطلع معاكم دايب وزي العسل زي ما شفنا كده، وبألف هنا وشفا. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد ونوع جديد من انواع حلويات العيد، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير والصحة والسعادة يا رب، اللهم آمين. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان عايزة اقول لكم ما تحطوش على الكحك السكر وهو سخن، تمام. لازم الكحك يبرد، وما ينفعش تشيليه من الصينية غير لما يبرد خالص، وبرده ما ينفعش يتاكل غير لما يبرد خالص عشان ما يتعبكيش. هو اصلا الطريقة الباردة اللي احنا عملناه بيها كحك ناعم على البارد، الطريقة دي مش بتوجع البطن ولا بتعمل حموضة ولا اي حاجة خالص، وخفيفة. وعايزة اقول لكم ريحة السمنة البلدي فيه حلوة جدا جدا، وطعمها يجنن. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.